في فعاليات كتيرة جدا بتقام في هذا المهرجان، زي ما اتكلمنا انه مهرجان متعدد ومهرجان شامل. في فعاليات هتقام على الكورنيش، في فعاليات هتقام في المنطقة الترفيهية اللي احنا موجودين فيها، وفي فعاليات اخرى هتقام في مدينة الفنون بالتوازي طبعا، واحنا عندنا فعاليات كتيرة جدا. دلوقتي هنروح سريعا الى محمود جميل معاه تفاصيل كل ما تم بالامس وايضا اللي هيحصل النهارده. صباح الخير عليك يا محمود، عايزينك كده تجمل الناس ما تم بالامس، ايه اللي حصل امبارح من فعاليات وكمان ايه اللي هيحصل النهارده. صباح الخير عليك يا شاذلي، وبصبح طبعا على جمانة وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، وأهلا بيكم في مدينة العالمين، العالم عالمين. والحقيقة انطلاقة قوية وبداية قوية لمهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى. خلينا أقول لك أنا موجود فين تحديدا دلوقتي. أنا موجود في أحد الشواطئ اللي بتستضيف بالفعل الفعاليات المهرجان في أول 3 أيام. بنتكلم عن امبارح أول يوم كان الخميس، والنهاردة الجمعة، وبكرة السبت. ده أحد الشواطئ اللي بتستضيف الفعاليات دي. خلينا أقول لك على جاهزية بقى المكان، والحقيقة أن في مجهود كبير جدا تم من إدارة المهرجان علشان يتم الانتهاء والاستعداد من هذا المكان. يعني أكيد شايفين من خلف المدرجات بقى اللي موجودة في هذا المكان، مدرجات يعني إحنا بنتكلم على شبه استاد كامل موجود هنا في مدينة العالمين وفي أحد الشواطئ. المدرجات دي بتسع ما يقرب من 2000 متفرج علشان طبعا يتابعوا كل الفعاليات اللي موجودة. تم تجهيز المدرجات، تم تجهيز أعمال الإنارة اللي موجودة، كمان في خدمات موجودة في المكان من حيث يعني توزيع المشروبات على الجمهور والزائرين اللي موجودين طبعا في هذا المكان. والمكان ده بيتميز بقى بوجوده في منطقة جميلة جدا ما بين أبراج العالمين وما بين شاطئ البحر المتوسط اللي طبعا بتتميز بيه مدينة العالمين الجديدة. فالحقيقة هنا أجواء مبهجة وأجواء جميلة جدا. الامبارح كان طبعا انطلاق أول يوم في الفعاليات في المكان اللي أنا موجود فيه دلوقتي، وطبعا امبارح كانت البداية ببطولة التيك بول. وخلينا أقولك أن بطولة التيك بول ممكن تكون جديدة على بعض الناس، لكن احنا اكتشفنا امبارح أن في اهتمام بالبطولة دي كبير جدا، وفي عدد كبير من الشباب مشاركين في البطولة وكانوا موجودين طبعا بيشاركوا النجوم اللي موجودين ناتاليا ومايا وكل النجوم اللي كانوا امبارح في بطولة التيك بول، وهو يعني شبيهة بكرة القدم والبينج بونج. فانطلقت امبارح الفعاليات طبعا بخصوص ماتشات التيك بول بحضور النجوم اللي موجودين في هذه اللعبة، وكان في حضور عدد من الجماهير كبير والأسر اللي جت طبعا بتشجع الشباب اللي موجودين. والحقيقة امبارح بقى كان في يعني مزيج من الفرحة والحماسة، يعني الفرحة طبعا بالتغير اللي حصل في مدينة العالمين وتحديدا في المنطقة هنا، وكمان حماسة بالأجواء الموجودة والتطلع بقى لمزيد من الأحلام. عايز أقول لك إن يعني إحنا لما تكلمنا مع بعض الناس لقينا إن يعني سقف الأحلام كمان ارتفع بقى. الناس دلوقتي عندها طموحات وأحلام أكبر في مدينة العالمين الجديدة، إن إحنا نبتدي بقى نستضيف بطولات عالمية في مدينة العالمين، نستضيف كمان بطولة للتيك بول، نعمل منتخب كمان للتيك بول هنا في مصر، وكمان يعني الأحلام إن إحنا نستكمل بقى تطوير مدينة العالمين، لأنهم خلاص شافوا إن الحلم أو الأرض مدينة العالمين اللي كانت صحراء تحول الحلم لحقيقة، والمعجزة تحققت بإنشاء مدينة العالمين الجديدة اللي موجودة بكل المعالم السياحية الجميلة اللي موجودة. فالحقيقة كان في انبساط كبير جدا امبارح وتفاعل مع الفعاليات الرياضية اللي كانت موجودة، وانتهى اليوم طبعا بتجهيز شاشة عرض موجودة لعرض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك طبعا، واللي انتهت بفوز الأهلي 4-1. والحقيقة كان في تفاعل من الجمهور هنا موجود، وكان في حالة تشجيعية جميلة جدا ما بين جمهور الأهلي والزمالك، فكانت طبعا فرحة موجودة ما بين الأجواء اللي موجودة هنا في مدينة العالمين والمنطقة وأحد الشواطئ اللي احنا موجودين فيها ما بين أبراج العالمين وما بين طبعا شاطئ البحر المتوسط، والأجواء الجميلة اللي كانت بدأت طبعا من أول اليوم بمتابعة الفعاليات الرياضية ثم طبعا استكمالا لمباراة الأهلي والزمالك. بعد كده بعد ما بتخلص المباراة طبعا الزائرين بيتمتعوا بقى بالمعالم السياحية الأخرى اللي موجودة في مدينة العالمين، بنتكلم عن الممشى السياحي، عن المنطقة الترفيهية، عن كل مكان موجود في مدينة العالمين الجديدة. النهاردة بقى هتستكمل الفعاليات في نفس المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، ايضا هتستكمل ببعض المباريات لبطولة التيك بول،
ثم هيكون بقى أهم حاجة موجودة النهاردة وهي بطولة تحدي الجيل الذهبي، ومتوقع النهاردة بقى أن يكون في حضور جماهيري كبير جدا في المدرجات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، لأن تحدي الجيل الذهبي النهاردة هيكون بمشاركة عدد كبير من لاعبي كرة القدم ونجوم كرة القدم المصرية القدامى، واللي هيكونوا موجودين طبعا كل واحد فيهم هيكون معاه فريق. بنتكلم عن فريق لكابتن حازم إمام، كابتن حسام غالي، كابتن محمد فضل، كابتن شادي محمد، هيكون طبعا كابتن عصام الحضري، كابتن خالد بيبو. كل هؤلاء النجوم النهاردة هيكونوا موجودين في المنطقة اللي احنا موجودين فيها في أحد الشواطئ اللي بتشهد هذه الفعاليات، وهيكون في مباريات طبعا بين هؤلاء النجوم، فبالتالي هيكون في تشجيع كبير جدا لكل النجوم، هيكون في تحدي كبير جدا. هنشوف متعة بقى، متعة ما بين كرة القدم ونجوم كرة القدم، وهنشوف متعة كمان في وسط الأجواء، لأن النهاردة طبعا يعني احنا شايفين الجو جميل جدا وحالة الطقس رائعة هنا في مدينة العالمين، فبالتالي هيكون في حالة من الاستمتاع والفرحة والتمتع بكل الفعاليات جميلة جدا، خاصة ان يعني الدخول هيكون سهل جدا من خلال الحجز على موقع تذكرتي، فيقدر اي حد عايز ان هو يجي النهاردة يقابل كل هؤلاء النجوم وكمان يعيش تجربة ترفيهية حلوة جدا ويتمتع بقى بالكرة والفن الكروي، هيجي النهاردة ويستمتع بكل الحاجات اللي موجودة من خلال الحجز على موقع تذكرتي. فبالتالي احنا النهاردة هنستكمل التيك بول وهنكمل كمان مع نجوم التحدي الذهبي بكل المباريات اللي هتكون موجودة، بالإضافة ان هيكون في فعاليات خلال الفترة القادمة بقى، حفلات فنية، تامر حسني، إليسا، راغب علامة، نانسي عجرم، كل هؤلاء النجوم هيجودوا، بالإضافة الى وجود مصممين ازياء من الوطن العربي. فاحنا يعني بنقول لكل الناس لازم تيجوا مدينة العالمين الجديدة، لازم تستغلوا طبعا مهرجان العالمين وتستمتعوا بكل الفعاليات اللي هتكون موجودة، وهنكون معاكم بالتأكيد لحظة بلحظة في رصد كل أجواء وفعاليات مهرجان العالمين في دورته الأولى. ومن المنطقة اللي احنا موجودين فيها في أحد الشواطئ الجميلة من مدينة العالمين الجديدة، برجع لكم مرة تانية شاذلي وجمانة.